يبقى فيها تركيز مع حد ما كانش مركز اساسا. أي. ده اللي انا بقوله. أي. فده برضو نوع من انواع الحظوظ، انك تمسك في وقت ربنا يعني كاتب لك خير فيه، او انت شايف ان في معطيات كتير تقول ان انت ممكن تكسب. فانا كان عندي احساس ان كابتن يوسف كان مسك الفتره دي. ده كان احساسي الشخصي يعني. ان هو برده كان ممكن يعمل حاجه كويسه، ان كان ما كانش في تركيز، كان مجرد ان هو هيرتب الاوراق. فده موسيماني محظوظ لده. وهو يستاهل. احنا متوسمين في الخير برده، وهو انا متوسم فيه خير. وخد بالك احنا لغايه دلوقتي برده فنيا انا مش من انصار الناس بتحكم بسرعه على المدربين، ولكن هو ادى مردود كويس، وهو شخصيه متزنه بيتعامل مع الناس بشكل كويس. على المستوى الشخصي انا بتمنى له التوفيق جدا. وان شاء الله الاهلي ياخد البطوله التاسعه يا رب ان شاء الله، وعلى ايديه، ويكون في يعني توالي انتصارات وبطولات كتير جدا للنادي ان شاء الله يعني. باذن الله رب العالمين. كابتن شريف، نتكلم على نجوم المباراه. طبعا كل لعيبه النادي الاهلي كانوا نجوم النهارده، ولكن لو اتكلمنا بصفه خاصه على نجوم المباراه، ناخد مثلا نجم او نجمين، تختار لنا مين؟ اولا انا محمد الشناوي بالنسبه لي الفتره اللي فاتت دي كلها بمباراه النهارده نقطه تحول كبيره قوي في المباراه، فبعتقد ان هو من احد او اول النجوم اللي انا بالنسبه لي في المباراه. بيديني ثقه، بيدي الديفنس بتاعه ثقه، بيدي اللعيبه كلها. زي ما احنا اتكلمنا ان كان في لعيبه نفسنا تبقى موجوده زي احمد فتحي ووليد سليمان كقائد جوه المباراه. اعتقد ان الشناوي بيقوم بالدور ده كويس قوي من خلف المدافعين ومن خلف الفرقه كلها في التوجيهات، حتى هو بحيث انه ساعات لعيب وبيعمل اسيست وبيعمل ثرو باس، بيعمل شايف الملعب كويس قوي. فانا يعني هو الراجل واخدنا، واخد عينينا، والحمد لله على سلامته. وده اكبر فوز ليا النهارده كمان بعد الفوز 2-0 ان عوده الشناوي سليم الحمد لله. بيجي علي معلول الدائم في الثبات الانفعالي وتنفيذ الكره اللي عنده او المهام اللي هي بتبقى مطلوبه منه على اعلى مستوى الحقيقي. ما تلاقيه هادي، تلاقيه بيفكر، تلاقيه شايف في العرضيات اللي هو عارف عنده في كل هجمه سبب هو رايح يهجم ليه، او مش هو رايح يعمل تاديه واجبه خلاص. الحقيقه لدرجه ان احنا كلنا ساعات نقول البلاي ميكر الاول او صانع الالعاب الاساسي في الفتره اللي فاتت كان في النادي الاهلي، بجانب طبعا مجدي قفشه النهارده في احرازه اول هدف، والتركيز في احراز اول هدف، التركيز في الفرصه، اللعب زي ما انتوا قلتوا وتفضلتوا كلكم بنشوفه في كل حته في الملعب. يعني مجدي قفشه النهارده حاله فنيه رائعه، وانا دايما كنت ليا مقابلاتي ليه قليله، بس هما كلمتين بنقولهم مع بعض، ازيك كابتن مجدي، العب الكره بتاعتك، مالكش دعوه باي حاجه، صحيح، طلع الحاجه اللي عندك، التزم بالباص وكل حاجه، انما الفرديات اللي عندك بتنفعني كتير قوي، الشوتينج، الباص ان بتوين، التمويه، احتفاظك بالكره السليمه، يعني عنده شيء كبير قوي، يعمل لي نقطه تحول من نص ملعب للفيرويد، بيعرف يروح على الجون، بيعرف يجيب جول، ففي مميزات كبيره جدا. بالنسبه لمحمد هاني الفتره اللي فاتت الحقيقه مقدم يعني حاله فنيه مع فتك الفتنس عالي، مركز كويس، مركز في المنطقه بتاعته، مركز ان يعوض اي شكل، وهو بيهاجم وهو بيرتد تاني، عامل توازن كويس قوي بالنسبه للمنطقه اللي هو بيلعب فيها، اذا كان هو الحقيقه او احمد فتحي اللي كان جندي مجهول الفتره اللي فاتت دي كلها، بيلعب باك ليفت يقول لك حاضر، يقول له العب في النص يقول لك حاضر، لكن العب باك رايت بيبقى حاضر. الراجل بيأدي كل اللي عنده بجميع الانتماء، يعني انتماء خالص جدا. حسين الشحات على فترات بيعمل حاله خطوره على الفرق الثانيه، انما يعني راجع لسه، احنا بنتمنى له ينغمس اكتر في الحكايه دي. بعد اذن كابتن شريف هنروح طب خلاص مش جاهز، خلاص كمل يا كابتن شريف. بنتمنى لجميع اللاعبين الحقيقه الاستشفاء. مباراه النهارده مش سهله، انما هم سهلوها على نفسهم بدون اصابات الحمد لله. انا معجب بديانج جدا حقيقه، إليو ديانج بيعمل لي حاله اخطبوطيه كده في وسط الملعب، بيساعد اذا كان ديفندر او الاطراف. انت بيديك ثقه طالما موجود في نص الملعب، بيجري كتير الحقيقه. طول ما انت بتجري في الملعب كتير كل ما الكره هتجيلك وكل ما هتقابل الكره تتصرف فيها بقى ازاي، 6 غلط و20 صح
كلنا بنغلط، مفيش حد، بس بتتفاوت الغلطات. الفيرويد لما بيغلط صحيح. غير اللي في نص الملعب بيغلط، غير الغلطه اللي عملها الراجل النهارده جبران ده بهدف بدور. استاذنك معلش كابتن شريف، هنروح لزميلنا كريم احمد من مطار محمد الخامس نطمن منه على بعثه فريق النادي الاهلي. ايه الاخبار عندك يا كريم؟ كابتننا كابتن ايمن طبعا ببارك لك وببارك لكل كابتننا في الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. يعني الحمد لله قدرنا نوصل مطار طبعا محمد الخامس نص ساعه زي ما قلنا من ملعب مركب محمد الخامس، لكن هي يمكن اخرنا شويه هو الاجراء الخاص بالمنشطات ياسر ابراهيم وبادجي يمكن طولوا شويه في هذا الامر، لكن الحمد لله مباشره توجهنا الى المطار ومتواجدين دلوقتي. يعني في قرار كان المفروض الطائره هتكون 3 بتوقيت للمغرب، لكن في يمكن دلوقتي محاولات كبيره جدا من الكابتن محمود الخطيب وايضا طاقم الطائره بالكامل ان الطائره ان شاء الله تبقى اقلاع من هنا الساعه 2 يعني تكون 3 في القاهره، 5 ساعات ونص او 5 ساعات ان شاء الله. يعني طائره النادي الاهلي بسلامه الله تصل في تمام الساعه 8 ونص او 9 صباحا ان شاء الله تصل بالسلامه. وبارك لك وبارك لكل لعيب كل اللعيبه وكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله كل اللعيبه اطمنا عليها هيكونوا بدري ساعه يعني. حاجه مروان يعني الحمد لله كمان يمكن هو اشتكى من كلام بسيط كده، لكن الحمد لله اطمنا عليه مفيش اي حاجه ثلج ويمكن ريكفري بسيط وهيشارك ان شاء الله خلال الايام القادمه بتدريبات فريق النادي الاهلي. تتبقى لنا بقى خطوه ان شاء الله وهي ال 90 دقيقه القادمه في القاهره يكون لها استعدادات فنيه مميزه جدا زي الاستعدادات اللي شفناها من بيتسو موسيماني المدير الفني اللي كان ليه قراءه جيده ومميزه جدا لفريق نادي الوداد. ان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل يا كابتن ايمن لكل جمهور النادي الاهلي. طمنا على حاله الشناوي وايمن اشرف خصوصا ان هم كانوا راجعين من اصابه. الحقيقه طبعا يعني الشناوي حاجه رائعه ومميزه جدا، والكابتن الخطيب تحديدا اشاد بيه وشجعه وحفزه وهناه على مجهوده الكبير جدا. الحمد لله الشناوي يمكن عاد بشكل مميز، اشتغل على نفسه خلال الايام الماضيه مع الجهاز الطبي، حاول ان هو يرجع وقدر الحمد لله ان هو يرجع مفيش اي شكوى الحمد لله. بالنسبه لمحمد الشناوي ايمن اشرف شفناه في ال 90 دقيقه حاجه رائعه ومميزه، روحه كبيره جدا وقتاله اكثر من رائع. لعيب الحمد لله كابتن ايمن باكد لك مفيش اي اصابات مفيش اي كرامبات، اللعيبه ما بتشكيش من اي حاجه، هو ده اللي كنا بنتمناه الفوز والاداء. ده امر مهم جدا، لكن اللي كان بيهمنا اكبر ان مفيش اي حد يرجع من هذه المباراه مصاب، فده اللي اطمنا عليه بشكل كبير. ويا رب ان شاء الله يبعد كل الاصابات عن لعيبه النادي الاهلي ونبدا في مرحله الاستعداد القادمه للمباراه العوده ان شاء الله باذن الله. كنا عايزين برضو نطمن منك على حاله كهربا النهارده. والله يمكن كنت بتكلم مع كهربا بشكل شخصي، يعني هو كان 80% كويس بالنسبه للمباراه، لكن طبعا الريسك مش مطلوب بالنسبه للمباراه بحجم نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فكان قرار الطب ان هو ما يكونش متواجد في قائمه هذه المباراه. لكن اكد لك ان كهربا يعني 48 ساعه ان شاء الله يشارك في التدريبات الجماعيه يستعيد قواه من جديد، وعدى مرحله كبيره في التاهيل. الشغل كان كبير جدا هنا معاه في المغرب، جلسات وتدريبات مكثفه ليه، يمكن هو كان بيشتغل بشكل فردي، لكن الحمد لله قدرنا نطمن على كهربا تحديدا 48 ساعه ان شاء الله تفصله عن التدريبات الجماعيه ويشارك مع فريق النادي الاهلي مرورا بالايام حتى يوم 23 ليكون يوم مباراه العوده ان شاء الله. شفنا الكابتن محمود الخطيب وهو في وسط اللعيبه والجهاز الفني بعد المباراه، يا ترى تعرف قال لهم ايه؟ يمكن كنا واقفين طبعا اكيد سمعنا كابتن ايمن، يعني يمكن كابتن محمود قال خلاص 90 دقيقه عدت كنتم مميزين جدا وشفنا الروح الفانيله الحمراء ودي اللي كنا بناكد عليها وشفنا الشخصيه وشفنا الامور دي كلها، لكن خلاص اللي فات خلاص هننساه هنبدا نعد ال 90 دقيقه القادمه. نتيجه 2-0 يمكن نتيجه طيبه جدا، لكن احنا عندنا امل كبير، جمهور النادي الاهلي ورانا. كله كلمات كانت تحفيزيه جدا للكابتن محمود الخطيب، حتى في النهايه يمكن كل اللعيبه كانت بتثقف طبعا على الاشاده الكبيره اللي اشاد بيها الكابتن محمود الخطيب لكل لاعبي النادي الاهلي، وده اللي كان واضح الحقيقه كابتن ايمن، واكيد انتم اتكلمتوا على هذا الامر في الاستوديو التحليلي. كان في اصرار كبير النهارده، كان في رغبه كبيره ان لعيبه النادي الاهلي تحقق نتيجه ايجابيه. كنا بنعمل طبعا في نتيجه تعادل، لكن مع الروح الكبيره والتكتيك والشغل الفني الكبير اللي بذل الحمد لله قدرنا احنا نحرز هدفين، وكنا ممكن نحرز اكتر من كده، لكن هي دي كره القدم. تتبقى بقى ان شاء الله الحسابات الثانيه ودي نتركها بقى اكيد للجهاز الفني بالكامل ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد، وصلوا بالف سلامه ان شاء الله. كابتن شريف كلمه اخيره.